مساء الخير. تنظم مؤسسة ميش الضياء معهد الإعلام هذه الجلسة الحوارية تحت عنوان من منارة لحرية التعبير في الشرق الأوسط إلى انتهاك للحقوق. هذا اللقاء هو جزء من مشروع متكامل بعنوان تجديد الهياكل السياسية والاقتصادية في لبنان، تنظمه المؤسسة بالشراكة مع قسم الشؤون العامة في السفارة الأمريكية في بيروت. لطالما كان لبنان موطنا للحريات منذ تكوينه، حيث كان ملاذا آمنا للهاربين من الاضطهاد في بلدانهم عبر التاريخ القديم والحديث والمعاصر. وقد توافق المشرعون في لبنان على إعطاء أهمية قصوى للحريات العامة في الدستور، الذي تنص المادة جيم من مقدمته على احترام الحريات العامة، وفي طليعتها حرية الرأي والمعتقد. إذن حرية المعتقد مقدسة في لبنان، حتى أن البطريرك الماروني الراحل مار نصر الله بطرس صفير قال: إننا مع العيش المشترك القائم على الحرية، لكن إذا خيرنا بين العيش المشترك والحرية لاخترنا الحرية. للأسف باتت الحرية والرأي العام والتظاهر وجهة نظر في لبنان، وإن احترامها أو قمعها مطاط حسب أي جهاز أمني يتحرك أو أي قاد يحكم. اليوم بعض القوى السياسية تسيطر على الأجهزة الأمنية وتمون بين مزدوجين على بعض القضاة، لذلك يتعامل القضاء مع حرية الرأي حسب انتمائه أو حسب مستوى مونة أي حزب عليه. نستضيف اليوم في هذه الندوة ثلاثة وزراء إعلام تعاقبوا على وزارة الإعلام. وزير الإعلام الحالي الأستاذ زياد مكاري، أهلا وسهلا فيك. شكرا. وزيرة الإعلام السابقة منال عبد الصمد، أهلا وسهلا فيك دكتورة. والوزير الأسبق النائم ملحم رياشي، أهلا وسهلا فيكم. أريد أن أرحب أيضا بمدير برنامج التواصل والمعلومات في المكتب الإقليمي لليونسكو جورج عواد، أهلا وسهلا فيك أستاذ جورج. الرئيس التنفيذي لمؤسسة سمير قصير أيمن مهنا. بدي أشير أنه الأستاذ أيمن والدكتورة منال سيكونوا معي على زوم. بدي رحب أخيرا بعميدة كلية العلوم الإنسانية في جامعة الويزي دكتورة ماريا أبو زيد، أهلا وسهلا فيك دكتورة. أهلا فيك. أيمن، بدي بلش معك لو سمحت. ما هو حجم المضايقات التي يتعرض لها الصحفيون والناشطون في لبنان؟ شكرا على هذه الدعوة، وشرف وفرح لي أن يكون مع هال شخصيات اللي تعاوننا معهم. ياما مرات انتقدناهم بعملهم، لكن كان في دائما تعاون وبناء جدا في التعاطي مع وزراء الاعلام اللي موجودين اليوم معك. فينا نقارب الموضوع بالناحيه العدديه والكميه، ونعد كميه الانتهاكات اللي حصلت كل سنه، وخاصه السنوات الماضيه. يعني نحن اصدرنا تقرير عن السنوات الست الماضيه، وكان رقم مخيف جدا، 800 وانتهاك من خلال عهد الرئيس السابق ميشيل عون، ومستمر الانتهاكات حتى بعد انتهاء هذا العام. وايضا كان في اكيد انتهاكات بالسابق، لكن دعوتي للجميع انه ما ننظر للموضوع فقط من ناحيته الكميه. اليوم في مشكله بنيويه العلاقه بالحريات بلبنان، رغم وجود صحفيين وصحفيات وكتاب وعاملين بمجال الفني والثقافي عم بيعبروا عن رايهم بقوه، لكن الهيكليه والارضيه اللي بتسمح بتدعيم الحريات غائبة بسبب أربع تحديات رح أختصرهم سريعا. التحدي الأول هو الإفلات من العقاب، من يغتال الصحفيين في لبنان، من يحاول اغتيال الصحفيين، من يعتدي عليهم خلال المظاهرات. ولا أي حالة بتاريخ لبنان أدت لبداية محاكمة أو لبداية حتى تحقيق. يعني في فقط قضية كامل مروة أدت لاعتقال الشخص اللي نفذ عملية الاغتيال وتم تهريبه من السجن بعد اندلاع الحرب الأهلية، ولا أي حالة أخرى تم النظر فيها. فهيدي فيزا مقدمة لكل القتل المستقبلين أنهم يرجعوا يغتالوا صحفيين في لبنان. إذا حتى الصحافي اللي بيكلها قتل خلال المظاهرة ما بيتم التحقيق لا مع الجهاز الأمني إذا كان هو مسؤول، ولا مع عناصر الأحزاب السياسية إذا كانت هي مسؤولة، اليوم في تشريع كامل لاستمرار الانتهاكات. التحدي الثاني هو تحدي القانون، قانون مطاط قديم جدا، يعني حتى أجدد قانون متعلق بالإعلام من عام 1994، يعني قبل ما كان حتى اللبنانيين عندهم الانترنت ببيوتهم الموجود. صار في محاولات حثيثة لتعديل هذا القانون، نسخة تقدمت من قبل النائب السابق غسان مخيبر ومهارات، ناطرة بالمجلس صار لأكثر من 13 سنة، وتم تشويها
تشويها، وهي كلمة قليلة بستعملها، خلال مرورها على مختلف اللجان النيابية. وبعرف أنه حاولت الوزيرة عبد الصمد تقترح اقتراح بديل، طبعا هو متقدم كثير اكثر من النص اللي صار موجود باللجان، ومؤخرا يعني مع الوزير مكاري صار في تعاون مع اليونسكو لتطويره من خلال استعانه بخبراء دوليين، ونحن بندعم هذا التوجه. لكن قوانين الرقابه على الاعمال الفنيه سيئه جدا في لبنان، قانون الانتخابي بما يتعلق بالاعلام سيء جدا، قانون محافظه على البيانات الفرديه والداتا الشخصيه سيء جدا في لبنان، فهذه البيئه التشريعيه سيئه بالاضافه لقضاه يتحركون اعتباطيا بناء للهوى السياسي. التحدي الثالث هو التحدي الاقتصادي. طالما ملكيه وسائل الاعلام التقليديه مرتبطه بشكل عضوي باجندات سياسيه، فاذا استقلاليه العمل الاعلامي ضعيفه جدا، وبظل الوضع الاقتصادي الحالي كثير من الصعب انه يكون في استدامه ماليه فعليه بتعزز الحريات. والتحدي الرابع والاخير هو تحدي التكنولوجيا. اليوم التكنولوجيا عم تستخدم لتحريف المعلومات. أهم، أنا حالياً موجود ببروكسل، الموضوع الأساسي في بروكسل هو اليوم المانيبوليشن، يعني طريقة استغلال الإعلام واستغلال الخوارزميات لبث معلومات تضليلية، مش بس فيك نيوز، لكن أيضاً بناء سرديات تخدم أجندات سياسية. واليوم في قوى عظمى وفي تكنولوجيات كبيرة وبرمجيات عم تستخدم لهدم الثقة بين المواطن والإعلام. فإذا وتكون هالأربع تحديات موجودة وكلهم موجودين بلبنان لأعلى مستوى للأسف، بنعرف أنه مستقبل الحريات بخطر إذا ما تركناه. أيمن، حكيت عن أربع تحديات مهمين جدا، هودي محور الحلقة اليوم، أكيد رح نناقشهم مع معالي الوزير والاختصاصيين. أستاذ جورج عوض، كنا عم نحكي عن هذه التحديات، وكمان في تراجع كثيرا لتصنيف لبنان على سلم الحريات العامة، صار بال 2022 بالمرتبة 130، قبلها كان بال 107، قبلها كان بال 100 تقريبا، 2018 تقريبا يمكن كنت وزير معالي الوزير الريشي، كان 100 على سلم هذه الحريات. على أي معيار ترتكز هذه الدراسات لتصنيف هذا البلد خاصة لبنان؟ وليش برأيك هالقد نحن عم نتراجع كثيرا على مستوى الحريات؟ مع الأسف يعني اللي عم تقوله خلال مش بس يمكن هالأربع خمس سنين، يعني إذا بنطلع يمكن العشر سنين، أنا حصلت على ثلاث وزراء إعلام المرأة، مع الأسف تراجع عم يكون مستمر اليوم. الأسباب يمكن أيمن أكيد حكي عن هالعناصر أو التحديات الأربعة اللي عم تكون، الأمور الاقتصادية، مسألة الإفلات من العقاب، القضاء والأوانين من جهة تانية كمان اللي عم تراعي، وكيفية التعاطي مع الصحفيين. كل هالعناصر عم تكون مع الأسف عم تخلينا أكتر وأكتر نتراجع، وقت اللي عم نشوف قديش عم يكون في عنا انتهاكات من جهة، ولا قديش عم الصحفيين والصحفيات عم يصير في عليهم مضايقات، ان كان بالشق التقليدي ولا اليوم حكي عن التكنولوجيا كمان. اليوم اكثر واكثر يمكن نحكي لاحقا على موضوع الاعتداءات على صعيد الانترنت والرقمي اللي كمان عم تزيد من هالامور هاي. ما في عنا ولا أي باب، لا عنا قانون، لا عنا قضاء عم يساعد مثل ما لازم، لا عنا حتى بيئة ومؤسسات من الناحية الاقتصادية اليوم كمان، وأولويات كل مؤسسة. الأمور السياسية اللي عم تكون عم تضغط هاو، كل هالعناصر وقت اللي عم ينحط هالجداول العامة والعالمية، مع الأسف ولا علامة عم نقطع المعدل فيها، مشان هيك عم يكون في عنا هيدا التراجع. أكيد محاولات، إن كان طبعا مع الوزراء السابقين، مع الوزير، المؤسسات، الجامعات، المؤسسات، المجتمع المدني، شغل كتير عم يكون موجود، ولكن بمحل ما فيك تكون لا منظمة دولية فيها تحل محل الدولة ومؤسساتها، ولا عن دور اليونسكو في هذا الإطار في 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 مجال إدارة أو تطوير أي قانون إعلام في المستقبل. دكتورة ماريا، كيف يمكن ربط الأزمات الحالية في لبنان بواقع حرية الرأي والتعبير؟
نحن اليوم عم نحكي عن توثيق كل هالخروقات، توثيق المضايقات اللي عم تتعرض للإعلاميين، ولكن نحن بدنا نحط هيدا الشيء بسياق عام. يعني نحن ما فينا نفصل هيدا الشيء عن الأزمة اللي عم بتصير. كل ما بتشتد الأزمة، كل ما بتحاول الطبقة الحاكمة والطبقة المسيطرة على كافة مفاصل الدولة إنه هي تسيطر على الخطاب العام. فنحن بدنا نحط كل هالمضايقات اللي عم تتوسق من خلينا نقول عشر سنين لورا لليوم ضمن إطار عام، ما فينا نفصله عن الجو بالبلد وتعدد الأزمات. وبدي أضيف على هيدا الشيء كمان أنه عالميا حتى أزمة كورونا خلت بعض الدول اللي هي فيها أنظمة ديكتاتورية تطبق أكثر سيطرتها على أي محاولة لاختراق الخطاب وتحقيق بعض التقدم. فهون كانت يعني حتى فينا نربطها بالجائحة، كيف استخدمت السلطات واستخدمت البلدان الديكتاتورية اللي نحن مع الأسف عم شوي شوي نتوجه لهونيك من منارة الحريات إلى بلد عم يتراجع تصنيفنا مع الأسف بهالإطار العام اللي هو بيقدر يفسر لنا شوي ليش عم تزيد هيدي الخروقات يوم بعد يوم. معالي الوزير ملحم رياشي، Human Rights Watch بتقول إن القيود على الحريات قد اشتدت بسبب غياب الإصلاحات القانونية، وأيمن كمان قال بيئة قانونية سيئة. حضرتك عملت محاولة لقانون انتخابي، وشفنا كمان دكتورة منال كانت عم تعمل محاولة، ومع علي الوزير الراهن الحالي عفوا، بس أيمن نسي المحاولة تبعي. ايه انا هلا عم ذكر، بلشت فيه كرمال تعطيك حقك. انا زدت على المحاولة. الإصلاحات الحقوقية، لماذا تسقط دائما كافة القوانين برأيك، وليش نحن عم نتراجع كل هذا التراجع؟ انا برأيي الموضوع اعمق من نص قانوني. انا صحيح عملت محاولة وعملت مؤتمر للقانون اللي كان مقدمه صديقنا أستاذ غسان مخيبر مع مؤسسة مهارات، وعدلنا كتير تعديلات بالقانون. نحن ولجنة الإعلام بمجلس النواب كانت برئاسة النائب حسن فضل الله وقتها، وأضفت عليه مشروع قانون له علاقة بالأداب الإعلامية مستقى من الأداب الطبية. يعني كمان أنا برأيي ببلد مثل لبنان الصيغة القانونية لحماية حقوق الإعلاميين بأساسها جوفاء، ولكن بأي معنى جوفاء؟ لماذا جوفاء؟ لأنه قرار سياسي بحماية الإعلام بشكل عام، قرار سياسي بحماية الإعلام يلي بيخدم مصلحة السياسي مش يلي بيخدم مصلحة الحقيقة. ولكن إذا بتتذكر وقتها يمكن جريدة الأخبار عملت معهم حديث بعز أزمة عدم إقرار قانون الإعلام، وقلت لهم الدولة العميقة تكره الإعلام بلبنان. الدولة العميقة بلبنان تكره الإعلام، بس تركيبة لبنان هي بتتيح إذا بدك زواج الحرية مع الحقيقة مع الممارسة مع كمان. نحن ما بدنا بس نحط يعني مجموعة أخطاء تكره الإعلام، يعني لن نصل إلى حماية قانونية للإعلام. بلا منوصل بس هيدي مش مسؤولية الدولة. يعني أنا بتذكر بأيامي كان في أكثر من صحافي يستدعون على التحقيق يحكوني قلن قلولن إنكن عندي وما تروحوا على التحقيق، قلوا إنك بس أنا عم بحميهم بصفتي وزير. صحيح. مش بصفتي قانون، القانون بيحميهم. بكرة أنا كنت وزير بعدين فليت، أنا إجا جمال جراح، إجا منال بعدين إجا زياد، بعدين رح يجي غيرهم كتير. بس الأساس بصلب الموضوع إنه يكون في نقابة محررين حقيقية تحمي حقوق الإعلاميين، وهيدي اللي قدمت لها مشروع قانون بوقتها، وأسقط هذا المشروع القانون وما تقدم لأسباب كمان إلا علاقة بكره السياسة بالمعنى المسطح للكلمة، مش للأسف مش المعنى المقدس للكلمة، لا، ومن عرض على الهيئة العامة بمجلس النواب. مشروع نقابة المحررين هي اللي بتحمي المحررين. ما فيك تستدعي محرر أو صحافي بدون استشارة نقابته مثل المحامين، لأنه مثل ما المحامي بيدافع عن قضايا الأفراد، الإعلامي يدافع عن قضايا الجماعة. هيدي مهمته الأساسية، وهيدي قضيته، هذا جوهر قضيته. من هون ببلش النقاش. بس تقدر تحمي الصحافي أو الإعلامي بدك كمان تحرره
من موبقات اذا صح التعبير العبء الاقتصادي. رح احكي عن هذه النقطه كثير اساسيه. دكتور منال عبد الصمد، سمعنا وجهه نظر الوزير ملحم رياشي انه هذه الدوله العميقه تكره الاعلام، تريد ان تدجن الاعلام. بدي اشوف اذا انت توافقين هذا الراي. وقلت سابقا بس كنت وزيرة، أحد مفاتيح الحل الأساسية لتعزيز حرية الرأي والتعبير هو قانون إعلام عصري حديث. سبقك الوزير رياشي عمل قانون أو محاولة قانون، حضرتك كمان عملت مسودة قانون واقتراح قانون. شو رأيك بهذا الإطار، وأي متى سيكون هناك قانون لحماية الصحفيين وحماية الحرية بشكل عام؟ أول شيء بشكرك على هذه المقدمة وعلى هذا الحوار الشيق. بس نحن يمكن قبل ما نحكي عن الإعلام بدنا نعايد السيدات بعيدهم اليوم. أكيد تحية إلى كل السيدات خاصة المشاركات معنا. أكيد ونحن بنعتبر لا ماشي الحال. نحن بنعتبر إنه المرأة يمكن ما بيكفيها نهار كل الأيام كل العمر كل الايام يوم. بس على الاقل نعتبر انه نهار بيكفي لحتى نضوي على دور المراه الاساسي بالمجتمع. واذا ما نحكي عن المراه كمان هون بالاطار نفسه بنحكي عن المراه الاعلاميه والمراه الصحفيه يلي بالفعل كمان لازم انها تنعطى حيز من الاهتمام بباب الاحكام القانونيه اللي عم نحكي فيها. بدايه نحن مثل ما قلتوا مش قصد في كره للإعلام، نحن في كره لكل شيء بيخدم المجتمع. يعني مجتمعنا تركيبته عجيبة إنه نحن عنا تنوع بالسياسات وتنوع وجهات النظر، ولكن هذا التنوع بدل ما يخدمنا عم يأذينا. فمنشوف إنه كل السياسات عم تصب ضمن أطر متباعدة ما عم تخدم المجتمع، عم نلاقي فيه تشرذم كبير. وأنا برأيي الإعلام هو جزء لا يتجزأ من تركيبة الدولة ككل، لأنه الوحدات الدولة هي مرتبطة ببعضها، وأي خلل بمكان ما يؤثر على الوحدات الأخرى. فمن هون أنا بشوف الخلل بقطاع الإعلام هو ناجم عن الخلل بتركيبة الدولة ككل والتفكك اللي موجود فيها من رأس العالم. لكن اليوم معالي الوزيرة اليوم قد يكون الإعلام متفلت، ما عم نحكي فقط عن الإعلام التقليدي، راديو، إذاعة، جريدة، موقع. اليوم متفلت اليوم الإعلام، حكي عن التحدي التكنولوجي الإلكتروني أيمن، يعني كل شخص ناشط على السوشيال ميديا اعتبر اليوم إعلامي، ومن بعد 17 تشرين حتى اليوم صار في اضطهاد كتير كبير لهودي الفئة من الناس. نحن هون بنعتبر انه اكيد البزنس موديل للاعلام تغير، ومثل ما قال ايمن بالبدايه انه هذا القانون يلي بيعود تاريخه لل94 قبل ما نبلش نستعمل التكنولوجيا الاجهزه كنا كمان يعني يعتبر outdated، وحتى كل يوم بنلاقي في تغيير كبير بهذا القطاع، ومن الضروري ان نلحظ هذه التعديلات. يعني حتى لحديت هلا بنلاقي انه صار في تعديلات عن الشيء اللي كتبناه. انا بدي احكي عن المرحله اللي انا كنت فيها، واكيد مشكور زياد على كل هالجهود اللي عم يعملها كمان على وضع القانون باطاره او مشروع القانون اقتراح القانون باطاره ايضا الصحيح. نحن بوقتها كنا عم نشتغل كمان على تعديل النسخه اللي موجوده بادراج مجلس هيئه الإدارة، لجنة الإدارة والعدل من فترة زمنية. فنحن حقيقة أستاذ جورج عدوان لبى النداء وقدرنا أن نسحب اقتراح القانون ونجري عليه التعديلات، وأبرز التعديلات هي وحدة القانون. يعني مثل ما حكيت لازم نجمع المكتوب مع المرئي مع المسموع مع الإلكتروني. لازم كمان اقترحنا نزع عبارة جريمة للإعلام، لأن الإعلام منه مجرم، الإعلام عم يحمل ألم، وبالتالي نحن فينا أكيد نحارب الألم بالكلمة. ولازم نعتبر في أفعال للإعلام ينشأ عنها بعض العقوبات أو بعض المخالفات يلي ممكن أنها تؤدي إلى غرامات مالية. كمان نحن أكيد هون نلغي عقوبة استجنية للحبس للإعلام واستبدالها بعقوبة مالية. وفي نقطة كثير أساسية كانت عم تعرق العمل الإعلاميين هي إدراج أي فعل إعلامي إدراجه بسجلهم العدلي، وهيدا عم بعرق العملهم بلبنان وبالخارج. كمان طلبنا عدم إدراجه ضمن السجل العدلي لهيدي الأفعال. وبطبيعة الحال من ضروري احترام القانون الدولي بدءا من مادة 19 من
من الإعلان لعالم حقوق الإنسان، ومروراً بالمقدمة الدستور وصولاً لقوانيننا. قوانيننا نحن مثل ما قلنا وصلنا لمرحلة عملنا مسودة، ولأول مرة بنعمل public consultation، وضعناها بتصرف الجمهور لمدة شهر لأداء الرأي فيها. رجعنا مددنا الفترة لكمان لأن لقينا في إقبال كتير لحتى ناخد رأي الجمهور، وعلى ضوء كمان عملنا جمعنا كل الأشخاص المعنيين من مؤسسات إعلامية، من أكاديميين، من أصحاب اختصاص، من رجال قانون، لحتى ناخذ رأي يعني كل الأشخاص، ومن جملتهم كمان أكيد شاركوا معنا الجمعيات التي تعنى بحقوق الإنسان، وكان غسان مخيب الأستاذ غسان مخيب مرافقنا كل الوقت، وكانوا حتى مهارات وغيرهم، قدرنا نوضع صيغة نهائية لهذه المسودة ورفعناها لجنة الإدارة والعدل، وقدرت لجنة الإدارة والعدل إنها تخلصها كمان وتوافق عليها ونرفعت للهيئة العامة. هذا كل شيء يعني بعتقد وصلنا لإله. هلا الهيئة العامة هون العبرة في التطبيق إنه يتم، يعني بنرجع للقضية يلي حكي عنها الوزير الرياشي إنه الدولة العميقة لا تريد إعلاما. معالي الوزير، هذا هو الملخص. رح نرجع دكتورة منال. تتخوف مراجع حقوقية وقانونية ومنظمات دولية من تضييق مساحة التعبير وقمع الحريات في لبنان. حضرتكم عم تقولي، هلا بدي أخذ وجهة نظرك، معالي الوزير والوزيرة قالوا أنه كأن الدولة العميقة لا تريد هذا الإعلام، لكن الخطورة من يقف وراء هذه الدولة العميقة. مش يمكن أنا كصحافة ما بخاف روح أوقف قدام قاضي، بس يمكن أقول كلام يزعج فئة من اللبنانيين، يهددني يجي يقتلني، يجي يهدد لي أولادي. هون كمان في خشية. أنتم كوزارة إعلام تعتبروا أنه أنتم بتحموا حرية الرأي، ممنوع المس بالمطلق بأي صحافي يمارس حريته بقلمه وبلسانه؟ لا، ليك أنا بدي أقول شغلي، أنه مش شايف الموضوع هالقد أسود. أسود؟ مش شايفه هالقد أسود. مش شايف، أنا دايما بختلف أنا وأيمن على طريقة الكلاسمان تبع التحديات. لا، وين لبنان يعني عم بحكي. أوكي. على على موضوع الرانكينج تبع لبنان، لأنه يمكن يكون فيه هني أكيد في عندن آلية معينة، وبيشوفوا كيف بيعملوا، يعني في دراسة بتنعمل تأخر شيء توصل. بس أنا بدي أعطي مثل، إذا في مثلا دولة عربية، وما بدي أسمي ولا دولة عربية، ما فيها ولا حكي على حاكم. ليش ما نحط حالنا بمصافي دول؟ ما هني أحسن. ما أنا جايك في دول متطورة. لا، بلشت إنه نحن صورتنا ليست سوداء. أنت لا تبي لحقلك كيف يعني. أنا لحقلك كيف يعني، ولح نرجع نحكي شوية موضوع الحرية، ولحقلك أنا بعد سنة، هلأ بعد ثلاثة أيام بيسكون صار لي سنة وزير، لح أفترض في دولة من الدول أوكي هي أحسن، والريتنج تبعها رانكينج تبعها أعلى وأحسن وكل شيء، بس ممنوع فيها الحكي. هل هيدي حرية؟ ما بعرف، أنا ما بشوف حرية. هل إنه من مكان في ينتقد حاكم بلده بالدول العربية أو دول غير عربية؟ كمان ما بعرف، ما بدي أحكي. هون بيصير رانكينج أعلى، بيكون منه مزبوط، يعني بيكون ما في حرية نهائيا. اثنين، موضوعنا ما في شك بلبنان إنه مربوط بالوضع كله سوا، الوضع السياسي، الوضع الأمني، ما في استقرار، ما في شيء. سوري أنا وزير، بس دولة ما في، يعني مالية الدولة مكسورة، ما عنا إمكانيات، ما في شيء. عم نقدر نشتغل قد ما فينا بأنه شو عطانا هالدستور، شو عطانا البيان الوزارة، نقدر نعمل شيء بموضوع الإعلاميين. هون أنا في نظرة بلبنان، أوكي أنا وزير إعلامي، يعني بتعتبر بس نعم. المعايير يلي ارتكزت عليها صحفيون بلا حدود أو غير من المنظمات الدولية لوضع لبنان بالمرتبة 130 من أصل 180 قد لا تكون معايير صحيحة صحيح. ولا دقيقة. صحيح صحيح ولا دقيقة. لأنه لك بس لما تسمح لي أنا بأيد معالي، بس بزيد كلمة قبل ما بيك بالنظام عارف الرئيس بري، أنه التعددية بلبنان هي اللي عم تحمي الحرية، تنوع وليس القوانين. لا مش الدولة ولا مجيد لحلك شغلي. يعني أنا حب أنه أحكي بشيء مختلف تماما، بنظرية مختلفة تماما عن كل اللي عم بينحكى. أنا مش مقتنع معك أنه النظام عم يقوى وعم نقرب على الديكتاتورية. مش مزبوط، لأنه نحن وزراء كل نهار بيشلعوا فينا يعني على السوشيال ميديا. نحن دولة ونحن مفترض نكون النظام، يعني ما يسمى بالنظام. دونك هيدي مقولة أنا برأيي ساكت. اثنين،
في نظرية إنه الصحفي عليه حصانة، ما بعرف كمان هيدي ليش تكون، ليش أصلا ليش تكون عنده حصانة؟ تاني شيء الحرية، مثل الوزير عنده حصانة، مثل النايب عنده حصانة، جايك بالحديث. أنا عندي أجوبة على كل هول، عندي أجوبة وأجوبة بسيطة على كل هذا الموضوع. موضوع الحرية، أول شيء شو مدى الحرية؟ يعني قديش فيك توصل بالحرية؟ هل إنه أنت فيك تشوه لي أنا صورتي كإنسان، فيك تشوه لي صورتي كمواطن، فيك كرب عيلة، فيك يعني فيك أنت إذا فتت علي على مطعم مثلا وبهدلتني وأنا قمت ضدك وأنت صورتني، بتصير هيدي مخالفة بتفوت مثلا بالرانكينج؟ ما بعرف. أنت إذا جيت مثلا، أنا عم شوف آخر شيء في صحفيين ما بدي سمي، كل أحبابي وأصحابي، وكل ما بيصير مشكل مع صحفي أنا بتلفن له، حتى لو منتقدني بقول له شرف عود تنعد نحكي، بيطمن، نحكي منشوف، فينا نحكي مع أمن، فينا نحكي مع قضاء، فينا نحكي مع أطراف سياسية حزبية تنعمل تسويات، لأنه حبيبي دولي ما في قضاء منه موجود، في أولويات عند القوى الأمنية، في أولويات بالمخافر، في أولويات عند كل الأجهزة الأمنية، وفي أولويات بالنيابات العامة. هون اللي بدي أقوله أنا، أيام بتلاقي صحفي بيعترض وبيعمل مؤتمر صحفي إنه فلان تشك علي، هيدي الطريقة اللي نحن بدنا إياها بالنهاية، وهذا موضوع معك. حصل معي هذا موضوع أنا حصل معي. الام تي في عرفت هذا، خذوا الصحافة يعني. أنا رح لك شغلة يلي هلا هو صار صديقي، صار صديقي رامي نعيم، اوكي، واجا لعندي وعدت انا ما تاخذوا لا 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 دمي دمي لا لا لانه هيدي جديده عرفت، لانه اسمعني خليني بس انا عن جد عم بحكي، وهو رح يعرف يعني رح اقول له. هو طبعا انه تعرض لشيء ما، وانه صار فيه عليه دعاوى وكذا، وعمل مؤتمر صحفي، زعل مني كيف ما وقفت معه. قلت له شافني قال لي انا زعلت انه انت وزير اعلام ما وقفت. قلت له كيف بدي اوقف معك؟ ما انا وزير عم طالب انه وقت حدا بيكون عنده مشكل يروح يلتجئ للقضاء، ما يروح عليك مباشر. بالعكس هذه طريقه مثاليه لحل النزاع. مزبوط، عرفت انا كيف؟ هيدي نحن عم نقول هذا السؤال كنت عم بطرحه، بس انا رح اقول لك اكثر من هيك بموضوع قانون الانتخاب، موضوع مين بدي اخذ موقف الشباب الدكتوره والاساتذه بالمقارب يلي حضرتك عم تحكي. بس رح اقول لك شغله، فيني بعد زيد شغله، فيني زيد شغله كمان، فيني زيد شغله. رح اقول لك انا بموضوع قانون الاعلام اكتشفت هلا نحن حريه بهيدي الندوه، ما بدك تاخذ كل ال... لا كل حيز بحكي هول بوعدك، ما بحكي بحكي هول بس يضل تسلسل افكاري مزبوط، لانه انا رح كب قصص مادة نقدر نتناقش فيها. انا وقت صرت وزير صار كل الصحفيين والاعلاميين يقولوا نحن ممنوع ما بنحضر الا امام محكمه المطبوعات، الا امام. صرت انا ماشي كمان بهالقصه، محكمه المطبوعات وما بنقبل وعم نصرح. رحت عند مدعيم تمييز قلت له اذا بتريد بدنا ننظم هذا الموضوع، يعني ما فينا كل ما حدا بيعرف ضابط بيتشكى وكل ما حدا بيعرف قاضي بيتشكى وصارت العمليه مفلوشه. ما كان عنده جواب. بتعرف وين لقيت الجواب؟ عن توبي مندل يلي هو الخبير يلي اجا مع اليونسكو يلي عم نشتغل نحن وياه، بيخبرني خبري وضحكتني الخبري، قال لي شو عم تحكي انت محكمه المطبوعات؟ في 5 محاكم مطبوعات بالعالم كله صار ما بقى في، خلصوا يمن، سوريا، مصر، لبنان وحده خامسه، يعني شو بدي اقول؟ السودان يمكن السودان هو بيعرف. طيب نحن كيف بدنا نطالب بشيء بوقت كل العالم عم بيلغي هذا الشيء؟ طيب فينا نطرح السؤال على دكتور جورج، لان اليونسكو مثل ما انت عم تحكي، لا انا بدي اطرح هذا الموضوع. معلش قفينا المقاربه تبع دكتور تنروح على كيفيه وين لازم الصحافي يحاكم. انتم كيونسكو كيف عم تساعدوا الدوله اللبنانيه في تطوير القانون؟ الشيء اللي عم نعمله نحن هي طبعا نتعاون مع علي على اليوم عم عندنا قانونين 62 وال 94 مع كل التطور واللي صار لابد من ما يكون عندنا قانون واحد، وهذا يمكن الشغل عم يصير على اساسه لحتى يكون عم بيراعي كل هالتغيرات اللي عم تصير. اليوم نحن نحكي عن الحريات، بنحكي عن الشيء اللي صار من كيفية التعاطي مع الصحفيين بأي يعني اليوم بمحل معين، وذكر معالي هلا انه الامتيازات بمحل معين صارت انه يعني
مع كل احترامنا ويمكن وعملنا ورافعين راية حرية الرأي والتعبير، بس بمحل معين صار فيه نوع من استغلال لأشياء ده، انه انا انتطشبل، انا اعلامي ما لازم حدا يضقرني او يحكي معني عند البعض طبعا لنكون، وهيدا يمكن عفوا الاشياء اللي صارت معنا واللي اقروا فيها الاعلاميين بحد ذاتهم والصحفيات والصحفيين وقت اللي قعدنا ضمن احد المشاريع اللي كان عندنا قوى امنيه مع، يمكن اول مره جمعناهم مع الاعلام، انه اول شيء بلشنا نقوس على بعضنا، ظهرنا انه ايه نحن كقوى امنيه بمحل يمكن كنا عم نزيد ده بمحل الاعلاميين نحن كنا طبعا لارجع يمكن لموضوع الاعلام والقانون أساسي بقى. من هون كانت الانطلاقة، نحن بهمنا نكون طبعا الحرية موجودة، ولكن بدأت توقف بمحل معين بمحل تطال الأشخاص، ساعتها بنحكي بقدح وزم غير أمور موجودة. طب قلونا المعايير مثلا بأي قانون شو بس هيدي ما بتمشي هيك، الحرية ما فيها توقف، الحرية ما لها ضوابط بمعنى أنه منحط لها سقف، لما بتحط سقف بطلت حرية. طيب صارت أسيرة. شو هي المعايير اللي لازم فيها؟ أنا برأيي المعايير الأساسية يمكن والوحيدة للحريات الإعلامية أو أي حرية بالمطلق هي أداب المخاطبة، هي صح. أداب التعاطي، مشان هيك نحن قدمنا وقت مشروع للأداب الإعلامية. بس أنه هلأ عم يحكي معالي عن محكمة المطبوعات، كمان كتير مهم نعرف أنه بقضاء ببلد مثل مركب مثل لبنان ما في بديل عن محكمة المطبوعات، لأنه في قضاة معروفين أنه عندهم مرجعيات سياسية ممكن يتحركوا مثل ما تحركوا ضد رامي نعيم ويعملوا له قصة. ليش؟ لأنه مش عمزاجهم الكلام. يعني إذا رامي نعيم عم نعطيه مثل هلأ إكس، خلينا نقول أحسن ما لا نحكي عنه، إيه بس رامي نعيم افترض سب فيه، كانوا هالقضاة بسطوا فيه، سب زياد كانوا انبسطوا فيه، سب حدا تاني لا ما راح ينبسطوا فيه، بيصير الوضع مختلف. فاذا لما بيكون في صيف وشتاء، لما بيكون في ادب يلي انا عملتها يعني، ولا لما بيكون صيف وشتاء على سطح واحد او اي جهاز، بده يكون اداب المخاطبه هي السائده، يعني معيار من معايير الحريه، مش قوانين ضابطه لايقاع الحريه. طيب ايمن، انت يعني مسؤول عن مؤسسه اعلاميه تعنى بحريه الصحافي، هذه المقاربه يلي عم نسمعها اليوم، هل يجب ان يكون هناك معايير يجب ان يلتزم بها الصحافي، وهل الصوره غير سوداويه مثل ما وصفها معالي الوزير؟ نعم الصوره غير سوداويه. اها، وهون مع يعني متكل عليك انا هي عم بتساهم مع مراسلون بلا حدود بالإجابة على المعايير اللي هي علمية جدا لتقييم مستوى الحريات بلبنان، والجواب هو دائما واضح في لبنان، مستوى الحرية بالتعبير بلبنان عم بيزيد مش عم بيتراجع، لكن مستوى القمع عم بيزيد مش عم بيتراجع. والقضية والهيكلية، لكن القمع الحرية تزيد والقمع يزيد. بس أنا بريد أعرف مين عم بيقمع. هلا منشوف. هلا ما نطرح. هلا منسأل حدا من الشباب أو تسألني. هي المعركة مستمرة بين هالطرفين. نعم. والنقطة الإضافية الإيجابية هي إنه اليوم بوسائل الإعلام، كل ما بنحكي عن وسائل الإعلام الرقمي بيقولوا لنا سوشيال ميديا، لا مش سوشيال ميديا. في من بعد 2013 وخاصة بعد 2019 في مواقع إلكترونية إخبارية واستقصائية. تم يعني إما إطلاقها أو تطورت بعد هاي الفترة، اليوم هي موجودة بأهم كونسورسيوم دولية للصحافة الاستقصائية، هي اللي داخلة بالبنما بيبرز، هي اللي داخلة بالبيجاسوس بيبرز اللي بتحكي عن هذه البرمجيات التجسس الإسرائيلية، كيف عم تتعرض للصحفيين في لبنان وفي المنطقة وحتى رؤساء دول عم يتعرضوا لها. هؤلاء الصحفيين كشفوا عن انفجار مرفق بيروت أكثر من أي شيء شفناه بالصحافة التقليدية، ففي دينامية صحفية ومستوى متزايد رائع جدا، كلنا عم نساهم لنلعب. لكن بنفس الوقت في على صعيد أجهزة الدولة اللبنانية إن كانت القانونية أو الأجهزة الأمنية أو القضائية أو الأداء مستوى متراجع بشكل أكثر من مخيف، وهو ما بيفاجئنا. يعني وقت نشوف أداء هذه السلطات بالناحية المالية، بالناحية الاقتصادية، بالناحية التعاطي مع أي ملف موجود، ما علينا نتفاجأ أنه يكون أداء هالقد مأساوي بموضوع الحريات. فإذا وقت نحكي مثلا بالتفصيل هون عن المحاكم،
محكمة المطبوعات أبدا مش هي مطلب. محكمة المطبوعات هي محكمة استثنائية يجب أن تلغى بالمبدأ. لكن بشو عم قارنها أنا بلبنان؟ ما عم قارن محكمة المطبوعات بلبنان مع المحاكم بألمانيا وبالسويد وبفرنسا وبكندا. عم قارن محكمة المطبوعات بلبنان مع المحكمة العسكرية. عم قارن محكمة المطبوعات بلبنان مع مدعيين تمييز، إن كان مدعي عام التمييز أو مدعي عام جبل لبنان أو الجنوب أو سائر المناطق. عم قارنها مع الأداء يلي عم بيصير عند بعض القضاة يلي بناء لهواهم السياسي بيحركوا بعض القضايا. بهالإطار نحن منفضل محكمة المطبوعات. إذا بيصير في إقرار حقيقي وتنفيذ حقيقي لمبدأ استقلالية القضاء، أكيد نتمنى إلغاء كل المحاكم الاستثنائية وعلى رأس المحكمة العسكرية. بضيف لهذه النقطة بموضوع القدح والذم وكل يعني الإخلال بالأداب الأساسية للمهنة، أنه طبعا يجب اللجوء إلى القضاء، لكن نحن عم نطالب أولا أنه اللجوء للقضاء المدني وليس الجزائي بالمستقبل. وإذا بعد ما انتقل للمدني مثل ما ذكر الدكتور عبد الصمد وحتى بالاقتراحات تبع توبي مندل وغيرهم، إلغاء كافة أشكال السجن للصحفيين أو السجل العدلي، للأسف لا نشفت النائب جورج عدوان ما لاحظتها، بعده القانون بصيغته الموجودة حاليا في اللجان في سجن وفي حتى سجن أكثر من القانون السابق للذي يتعرض لسفراء دول أجنبية. ما بعرف إذا سفير سوريا، إيران، سعودية، تركيا، فرنسا هن بنفس مستوى سفير كولومبيا أو بنما. فهون منشوف قديش القانون مصاغ بطريقة سيئة بالتشويه اللي حصل لقبه. فإذا يجب طبعا الذهاب أمام القضاء، لكن عشر أنه القضاء يتعاون ويتعامل بمساواة بين كل اللبنانيين، مش الصحافة يلي بيهدد صحافي آخر بالقتل، وصحافة يلي بيقول تحسسوا رقابكم، ما حدا يتحرك وما حدا بيسمع عنه بالقضاء، لكن الصحافة يلي بيقدر ينتقد أو يتهكم حتى بشكل يتخطى أيام أداب المهنة على شخصية سياسية نافذة هو من يلاحق. فيا كل اللبنانيين متساويين تحت القانون بشكل حقيقي، يا نحن رح نستمر بالتراجع بالتصريح. دكتورة منال، يعني نحن بالقانون يلي حضرتك حطيتي أو هلأ نحن بال2023 الصحافي أمام من يجب أن يحاكم؟ هل أنت مع إلغاء محكمة المطبوعات والذهاب إلى القضاء العادي المدني أو شو؟ يعني عند من يتم اللجوء في حال الخلاف بين أي سياسي وصحافي؟ علي على نقطتين مرقوا بالحديث مع أيمن لما قال أنه بعد عقوبة السجن موجودة. أنا اللي بدي أقوله أنه نحن لما حولنا هي النسخة معدلة لهيئة لجنة الإدارة والعدل ما خرجت بالشكل اللي نحن اقترحناه، صار في تعديلات عليها وهيدي من جملتها. يعني يمكن هيدي ما أخذوا برأينا أنه نحن نلغي كومبليتلي عقوبة السجن. وحتى كمان في شيء شالوه من أنا سميته العصب، كيف العصب تبع الدرس شالوه من العصب ليقطع ذلك المشروع، ما بعرف اللي هو خلق منصة موحدة رقمية سميناها حتى ليبون ميديا، هي بتشمل الرقمي والإذاعي والتلفزيون كلها بمنصة واحدة اللي هو النيو بزنس موديل كمان للإعلام. وطرحنا كمان استبدال الوزارة أو المجلس الوطني والوزارة بهيئة ناظمة للإعلام هي بتكون عم تدير حالها. فأكيد صار في تغييرات، ما هو بدك تسأله لإله هون، أنا مش مسؤولة عن كيف ظهرت هيدي النسخة. هلأ بالنسبة كمان لموضوع أمام من يحاكم الإعلامي، مثل ما قلنا تغير البزنس موديل وصلنا نحن عم نروح أكثر على انفتاح. وهون أنا بدي أعطي فكرة إنوفاتيف ومنها بقدر جاوب. الفكرة الإنوفاتيف هي إنه الإعلامي صار مثل أي برودكت، مثل أي شركة. يعني إذا هلأ أنت بدك تحجز أوتيل بتفوت على الموقع الأبليكيشن، بتفوت على أوتيل معين بتشوف السكورينج تبعه، بتشوف الريفيو، فبكون في ليبلينج لكل نوع من أنواع المطاعم أو أنواع الفنادق أو غيرها، بتقدر تحكم على هيدا الشغلة من وراء رأي الجمهور. فبكون الجمهور هو يلي عم بيحاسب هيدي المؤسسة أو هيدا الشخص من خلال الريفيوز ومن خلال السكورينج اللي بحطه. وأنا برأيي هون بما نوصل أكيد أنه تصير المؤسسات الإعلامية هي عم تتحاسب من الجمهور، وبكون الحكم هو الجمهور، والإعلام أيضا بكون الحكم هو الجمهور، بكون ليبل باي الجمهور. هلأ فيما خص وجود محكمة خاصة أي أو لا، مثل ما قال كمان وزير الحالي زياد بموضوع المحاكم، بعتقد يعني هيدا الزكات إنه أنت يمكن اللي قلتها إنه هلا نحن بالوقت الحالي بظل تركيبة لبنان نحن بحاجة لمحاكم.
او ايمن يمكن قلتها. انا اوكي لكن انت الوحيد اللي، فنحن بنقول انه يمكن هلا سميت الحي كله ما سميتين. شو بدي اعمل؟ شيء دائما القديم بيجي على طول، القديم طبعا بيجي ما في كلام. سمى الجيل وسمى الحي. ايمن كنت انت عم تقول شغلي انه طالما موجودين المحكمه العسكريه والمحاكم المختصه الاخرى لازم نبقى على محكمه المطبوعات لنحافظ على حقوق الاعلامي، فيمكن هيدي فتره مؤقته لحتى نحافظ عليها، ولكن اكيد لازم نروح باتجاه السيفل كورتس اللي هي محاكم بنرفع فيها دعوه مدنيه، وعلى اساسها كل واحد بياخذ حقه وبتكون عباره عن تعويض مالي مش اكثر. ولكن مثل ما قلنا كل هذا النظام لازم يتغير. أنا بعطيكم هلا أفكار كثيرة. شكرا يعني إن شاء الله. بدي أعقب عليها، كان في نقاش حقيقي بمجلس وزراء بسبب التطور التقني للإعلام والسوشيال ميديا لوضع محاكم عاجلة لقصة التعدي على الآخر عبر السباب، عبر خطاب الكراهية، عبر أي شيء بالسوشيال ميديا. كان في نقاش قوي بس للأسف ما تبنيه وقت مجلس وزراء بأيامي، انه يصير في محاكم توضع غرامات، لا سجن ولا عقوبات ولا شيء. سبيت لي بالمخاطبه، بتسب لي بتدفع مثلا كذا، بتسب لي مره تانية من دوبل، مره ثالثه من تربل، ما في شيء بيوجعك قد جيبتك. مظبوط، هيدا كانت كان الهدف من الموضوع. ومحاكم عاجله يعني خلال 48 ساعه يكون طالع الحكم، لانه ما بعد 48 ساعه الخبر بصير قديم. بدي اطرح سؤال على الدكتوره مريم. هيدي حتى بس بدي احكي، نحن على الشاشه هون بنلحم حتى قصه، مش بس ما ضلوا يتعاقبوا حتى بالمصاري، يعني ممكن مثل ما قلنا اذا بدت له سكوري قد ايه بتاثر على سمعته برا كثير بحاكموا على قصه واحد سمعته منيحه بيقرا ريفيوز وغيره، يعني ما فينا نتكل هالقد على انا سكوري ما بعد هيدي، لانه اليوم عصر الجيوش الالكترونيه، يعني عصر الجيوش الالكترونيه ما في شيء. هل يجب ان يخضع الاعلام او الاعلامي نفسه الى رقابه ذاتيه حتى يتجنب المعاقبة أو التهديد أو التعنيف أو شو؟ أنا كان بدي أعقب أول شيء على معالي الوزير، المقاربة غير ساقطة، لأنه بالأرقام قبل انتخابات 2018 وقبل آخر انتخابات المضايقات أو الملاحقات ازدادت بالأرقام، فمشان هيك كنت أنا عم أقول أنه محاولات السلطة للسيطرة على الخطاب العام مش معناتها وضعنا سوداوي بمطرح أنه أول شيء في محاولات، بس الـ يعني في كتير أشياء إيجابية تطرق لها أيمن، وفينا نزيد أشياء عليها مثل أهمية الدور المجتمع المدني اللبناني، أهمية كمان الدايفيرسيتي بلبنان اللي حكي عنها معالي الوزير الرياشي، كيف هيدا الشيء بيخلق دينامية معينة. والشغلة الثالثة والأهم هي الإعلام، يعني الانفستيجيتيف جورناليزم الاستقصائي، وقدي عم يعمل محاولات جدية وموثقة لتكون قادرة. نعم، فهون مشان هيك أنا عم أقول إنه وحتى موضوع الرانكينج بوافقك بكتير محلات عليه، بس نحن بنفس نفس المعايير تراجعنا يعني. وأنا فهمت عن أي بلد عربي عم تحكي، لأن هيدا على طول يعني يعطى كمثل. لا أنا وجاي اليوم كنت عم لا لا بس إنه أنا لقلك إنه موضوع الرانكينج هو موضوع، بس نحن عم نقول ضمن نفس المعايير تصنيف لبنان تراجع. أنا بدي بس لو سمحت خليني، لأنه نطرت للآخر قدر أعطي كل أفكاري. بدي أقول كمان أنه كمان يعني موضوع المحاكم المدنية مش قصة محكمة مطبوعات، يعني إحنا إذا محكمة المطبوعات مزبوط صارت شيء ولا عليه الزمن، بس هو أهمية المحاكم المدنية. نحن بلبنان في أوقات على نفس المادة ممكن أنك تحاكم لدى عدة محاكم، يعني هيدي مش صايرة، فمشان هيك تعددية الصلاحيات وتعددية صلاحيات الأجهزة عم تخلق هيدا الشيء. من هون ضرورة يعني قانون الإعلام اللي اشتغلوا عليه الثلاث وزراء الموجودين معنا اليوم. وهون أنا بدي أرجع لموضوع وزارة الإعلام بلبنان، يعني الوزير الرياشي كان عنده محاولة جدية لتحويلها، ليش بده يكون عنا وزارة إعلام؟ القانون موجود أصلاً، ومشروع القانون موجود، يعني هيدا أكبر دليل على أنه نحن ما عم نقدر نواكب التطور. بموضوع الرقابة الذاتية، يعني هي كانت الفكرة الأساسية، أنه في قد ما عم بيكون الموضوع موضوع التحقيقات وموضوع
التوقيفات، موضوع التوقيف الاحتياطي بعد ما حكينا عنه، يعني هيدا كمان يجب ان يلغى كليا وبتاتا. عم بينحط بريشر بمطرح على الناشطين وعلى الصحفيين. اوقات الصحفيين والاعلاميين بيكون في مؤسسات وراهم، بس الناشطين ما بيكون في حدا وراهم. فمشان هيك قد ما عم ينحط بريشر صارت الناس عم تعمل نوع من رقابه ذاتيه. في بعدنا مجتمع حيوي كتير، بعد في كتير يعني بين الرقابه الذاتيه وكم الافواه في نيونس كتير بسيط. يعني كيف انا هي ممكن محاولة. اعمل رقابه ذاتيه على ذاتي وفي شغله بدي اقولها مش مسترجي اقولها خشيه من تهديد او اعتداء اكثر من محاكمه؟ فيني اعطيك مثلا عن نفسي. تفضل. انا تفضل. انا اذا غردت وحكيت على شخصيه سياسيه لبنانيه سامع بيجيني 100 تهديد بالقتل على تويتر. بيجيني مثل يمكن معالي الوزير كلنا هون ما خص الدوله. انتبه هون ما خص انا الدولة. هون كان بدي فوت لعندك بهيدا المره ما خص الدوله. اثنين، انا بدي اسال سؤال وعن جد بريء، في شيء صحفي مسجون بلبنان هلا؟ في قاده راي مقتولين مع لا 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 ما عرس لحظه اللي عم بيهددوك معالي الوزير ايضا مش عم يتحرك. ايمن خليني انا السبب في تراجع بالرأي. ايمن خليني بس انا يعني بعرف حالي انا حكي معك مشان عم انه ما في ولا صحافي مسجون. لا لا انا لك كثير بنبه على كل كلمه قلت. انا بدي اسال سؤال بريء، في شيء صحفي مسجون؟ جاوبوني. لا لا ما في بهذا الجواب. ما بدي روح معقول حضرتك تكون وزير اعلام ويكون في صحافه مسجون؟ لا ما في، بس نحن عم نقول بس بالبلدان يلي بيبقى الرانكينج تبعها كثير واطي. هذا موضوع انا في فتره من الفترات انسجنت لان ردا على معالي الوزير ولا قبل ايام قبل انسجننا، بس هلا مش خشيه من القضاء بس ليك بشرفك ما انبسطت. اوكي هون طلع لك دعايه، عمل بي ار طلع لك دعايه. ايمن بدي اسالك شغله ما عملتها. بدي اسالك شغله، البلد يلي فيه تظاهرات كتير بينزل الرانكينج تبعه صح؟ لانه بيصير فيه خبيط كتير كمان. يعني لو كنا ببلد ما فيها ازمه نحن ما بننزل هالقد، يعني اوكران ما بتنزل هالقد، لبنان ما بينزل هالقد. يعني وقتها بيكون في حراك مش مزبوط والبلد كلها سوا فارطة أكيد بده ينزل كمان الرانكينج. عرفت كيف؟ يعني أنا عم حاول هيدا مبرر مع لا 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 تبه أنا مش عم برر أبدا 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 مش عم برر. يعني حتى تبه أبدا يعني حتى القضاء لا لا أبدا أعطى إذا بدك حرية التعبير خلال لا لا التظاهر السلمي. اسمعلي اسمعلي شوي نحن عم نقول الاحتكاك بين رجال الأمن والناس عم بيصير برس بيكلوها. يعني انا مش عم برر انا وزير اعلام، انا هولي صاروا بالنسبه لي مثل اخواتي الصغار ولادي، مش عم بحكي بهذا الموضوع، عم بحاول خفف من روع الرانكينج الخفيف يعني الواطي اللي نحن عنا اياه. عرفت كيف؟ عم بحكي باتجاه انه خلينا نشوف الامور شوي ما هالقد سودا. يعني هذا قصدي اقوله. طيب بدي اطرح لك سؤال. اليوم انا كنت عم بقرا شوي بجوجل، يعني تذكرت قصه مريم سيف الدين، هي صحفيه زغطوره تنتقد حزب الله وإجراءات حزب الله، أكلتها قتله هي وعائلتها وتهددت على السوشيال ميديا، راحت تتشكى عند قوى الأمن يقولوا لها يعني ما عملوها بطريقة ما في ما بيخذوها يمكن شكوتها حتى سرب محضر الشكوى والتحقيق إلى وسائل الإعلام. مش بس عند يعني المشكلة مش إذا رحت عند القضاء، بس أكيد ضد المشكلة ما أكيد بعد ما وراء. بس فيني أقول ما رح يقدر يجاوبك على هذا الشيء. يعني من هيك بس أنا خليني هيدي سجون هيدي سجون بلا قضبان. بس خليني عظيم. بس خليني أقول لك شغلة معلش خليني أقول لك شغلة مين صحفي ومش مين صحفي كمان. طيب يعني انا بجي هذيك المره كان في مشكلة فت بالحال طلعت كيف بدي اطرح هذا السؤال لان انا تعتبرني صحفي او لا ما لا ما بعرف ما انا جاي اقول لك نحن مشان ما يشط الموضوع كثير خلينا ننظمه يعني. خلينا ننظمه شوي. يعني انا اذا حدا ناشط على فيسبوك بيصير صحفي واعلامي؟ ما بقى لا. انا هذيك مره عم دافع عن بنت عملت مشكل مع حدا وهددها وطلع على السوشيال ميديا كله سوا انه الاعلاميه عم تتهدد، بعت وراها على المكتب وعملت اللي لازم اعمله، بعدين طلع ما عنده ولا بطاقه ولا هويه ولا شيء. يعني بمعنى انه منا موجوده بولا مؤسسه ولا شيء، هي بتحكي على الفيسبوك بتفتح ملفات بتسكر ملفات مثل ما بدها. عرفت؟ ما هون كمان في مشكله انك انت تستفيد من هذا الموضوع انه انا اعلامي وبيصير كل الجو الاعلامي ضاغط باتجاه انه هو معك والى اخره هو كذا وكذا. طيب لكن عرفت يعني في امور بدها تنظيم في امور. طيب بس انا فيني يعني اخر كلمه اذا ما كنت صحفي يجوز ضربي في حال لا 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 استاذ فادي لا فيني اقول اخر كلمه وما بقى احكي. لا بدك تحكي لا اصلا ممنوع ما تحكي. اللي بدي اقوله انا انه ما في مره حاولت تحل مشكل بين صحفيين او مؤسسات اعلاميه بين بعضها
أو جامعات مع مؤسسات إعلامية، كنت بلش حديثي أنه نحن موجودين لأن ما في قضاء، لأنه لو في قضاء نحن مش مضطرين نتدخل، عرفت؟ والمشكل الأساسي بلبنان أنه ما في قضاء. هيدي الكلمة يلي بيقولوا لك إياها بدي جرجرك بالمحاكم، هيدي بتناقض القضاء، بتناقض العدالة، وبتناقض كل شيء. يعني ما فيني أخذ حقي في ملفات الأولاد بتورتوها 30 سنة و40 سنة. صحيح. هذا المشكل هون، يعني ليش بدنا نبرم غير محل؟ هذا المشكل هو هون. وآخر شيء بقوله أنه المحكمة المطبوعات والمحكمة العسكرية نفس الشيء بالنسبة لي. معني الوزير الرياشي وخلص. لا لا بدك تحكي. لا أنا ما بتفق معه لصديقنا زياد بخصوص محكمة المطبوعات. أنا بعدني بعتبر ببلد مركب مثل لبنان محكمة المطبوعات حاجة، ومنا مثل المحكمة العسكرية. المحكمة العسكرية تبيح الموبقات، بطاطا تبيح الموبقات، وما فيهاش قاضي عم بيتحاكم فيها، فيها ضابط عم بيحاكم، بترجع بتوقع بنفس المشكل. ايه بس هو قاضي، بس محكمة المطبوعات فيها أحكام إلى حد ما تنقول منطقية. يعني ما أريد حكم صادر عن المطبوعات مجحف بشكل كبير، يعني منطقية إلى حد ما، عكس تماما المحكمة العسكرية. ونحن وما أدراك المبدأ المحكمة العسكرية. طيب بس خليني معالي الوزير، حكي أول شيء أيمن عن الإفلات من العقاب، وحضرتك قلت ما في ولا صحافي خارج وراء القضبان، لكن في قاضي رأي قتلوا. أكيد عظيم. هؤلاء قادة الرأي مستنكر الموضوع، هؤلاء صحفيين على مرفوض رأس السطح، يعني مرفوض عظيم. طيب من يحاسب هؤلاء الذين القضاء قتلوا؟ القضاء. وأي قضاء؟ أنت عم تسألني هالسؤال، رح أقول لك، رح أقول لك بكلمة واحدة، يحاسبهم استعادة البلد. القصة أكبر من قصة إعلام، قصة حريات إعلامية، قصة بلد. نحن عنا وطن عم نفتش عليه، مثل ما كان يقول أدونيس، أقسى السجون هي التي بلا قضبان. مش رح تلاقي صحافي بالسجن، بس صحافي مسجون برعب غير مرئي، إنه إذا كتبت هيك ممكن يصير معي هيك، إذا صار معي هيك ممكن يصير معي هيك. هيدي كلها موجودة، مش بس بلبنان، موجودة بكتير عالم، بس كمان بلبنان استثنائية. عشان هيك نحن بحاجة لبلد أساسي، لبلد بالجوهر. يعني نحن بحاجة لبلد، يعني الوضع الحريات معالي الوزير هي مرتبطة بوضع البلد. يحين احنا قاعدين عند ماشي دياء، فينا نقول غير صحفية، قائد أكيد قائدة رأي أكيد، بس في قادة، في قادة رأي سياسيين كمان. يعني أنا عم بحاول أقول أنا مش عم دافع، انتبه، ما تحطني بمحل. نحن اليوم مش عم نحكي إنه مسؤولية الدولة إنه ما تحاكم وزراء. نحن موجودين بدولة كل شخص منا مهدد في حال حكي كلام ما بيعجب الرأي الآخر. أنا مش بس وزير، عم نحكي. بس وزير مش مهدد أنا. بس عم نحكي. هو نحكي. مش مهدد. كلنا مهددين. بس عم نحكي. في ناس قتلوا يا معلم. بس كلنا عم نحكي. أكيد وعم نحكي. نحكي. وبعدك عم تحكي. عرفت؟ يعني كل واحد بيحكي اللي بده إياه. كل واحد بيحكي اللي بده إياه. بدي أحط إيدي على قلبي إذا بدي أحكي يا دكتورة. بدي حط ايدي على، بس بدي اخذ المخاطره وبدي احكي. يعني هيدا هيدا جوهر لبنان. يعني قد ما قد ما مش معناتها بحكي كثير وبحكي شو ما كان. يعني كمان هون فكره انه ليش نحن على طول في هيدا الهاجس انه بدنا نلاقي ضوابط، وكلمه ضوابط قديش يعني نحن بنكرهها، اللي فعلا يعني فكره حريه التعبير بالنسبه لنا مقدسه. ضوابط، هي الضوابط انت بدك تخلق مجتمع قادر يفهم شو يعني حرية التعبير. بدك تدخل هيدا الشيء بالمناهج، بدك تعلم تربية مدنية بغير طريقة. يعني مش دغري بتجي بتسأل. يعني أكيد بده يصير في قروض، بده يصير في تعديات وأبيوز على السوشيال ميديا، بس هيدا ما بيعني أنه كل حدا قال شيء على السوشيال ميديا وانتقد شخصية عامة معينة معناتها مفروض يتجرجر على المحاكم. ومفروض يعني الشخصية العامة هون، فكرة انتقاد الشخصيات العامة، هن بمطرح مفروض يكون صدرهم رحب ومفروض تقبلوا النقد. بس مش إساءة معالي الوزير. وهون كمان معالي الوزير، ومعالي الوزير أكيد ما بتعملوا إساءات بالشخصي لأي شخصية، عم تنتقدوا بالسياسي، وأنا هيك بعمل. بس بيجيك جواب شخصي عظيم، بيجيك جواب شخصي من جيوش إلكترونية. أكيد وزارة الإعلام ولا حدا ممكن يضبطها إلا إذا عملت ضبط. ما تعرف شو الحل؟ شو أنا عن جد بهالسنة بموضوع تبع السوشيال ميديا اللي هو أخطر من كل شيء. يا ريت ما في سوشيال ميديا
تضبط كل امور المؤسسات الاعلاميه فيك تحكي معهم هن بيعملوا. يعني احنا سميتوها قابه زيتيه بمعنى بعطيك مثل، تطلع ريبورتر مثلا تنتقد دين معين او جماعه معينه او ما بعرف لون او تنتقد حيال لوزير لا تنتقد بيعملوا لا 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 هذا هي واجباتها وممنوع حدا يدق فيها. بس عم اقول لك انه الرقابه انه حدا كب شغلي بتعمل فتني مثلا، المؤسسة هي بتقلها بليز، بتبعت لها تنبيه، بتبعت لها كذا. أنا هيدي الرقابة الذاتية اللي عم حاول أقولها، المؤسسات هين المؤسسات الخاصة يلي موجودة، يعني LBC MTV مؤسساتنا راديوات وما بعرف شو. المشكل بالسوشيال ميديا هذا الطبق التحتاني يلي هو كارثة علمية. كارثة علمية بس هو منه كارثة بلا بس لحلك فضل فيني آخر وحدة لأنه أنا كمان بدي أمشي. بس تقلك وصلت عفرد نتيجة بهذا الموضوع، كنا قاعدين كان في UNDP وكنا عنا وكان وزير التربية بالمكتب عندي وعم نحكي أنه عطت مثل أنه باللوكسمبور ببلشوا يعلموا الأولاد الصغار من الجاردوري السوشيال ميديا، أنه هذا للخير، هذا للخير تبهوا، يعني مش للهيت سبيتش، بالعكس هيدا لتكون الحياة إيجابية، لتوصلوا المساج المنيح وإلى آخره. عرفت؟ يعني اللي عم نحاول نقوله أنه التكنولوجيا تطورت بسرعة بشكل ما بقى فيك تضبطها بمحل. كنا ونحن لقطين طرفها. شو كان بدك تقول دكتور جو؟ أنا اللي بدي أقوله يعني ضروري يكون عم نفرق ما بين شغلتين اللي نحكى عنهم. عم نحكي عن الصحفيين، وسألت مين الصحفي أو الصحفي مين يكون، والسوشيال ميديا اسمها تواصل اجتماعي. قانون الإعلام بده يكون ضروري يكون عم ينظم الأمور اللي خاصة بالصحفيين والمؤسسات، وهذا اللي يمكن اللي نحن عم نشتغل عليه مع الوزارة، الهيئة الناظمة وغيرها من الأمور التي تتعاطى مع العمل اليومي تبع الصحفي. ولكن الصحفي اللي عنده كتابة ولا تقرير ولا مادة عم ينتجها بشكل دوري، ومش اللي شخص اللي عم يطلع على السوشيال ميديا. اليوم بدها تطلع الدولة تطلع بقانون للسوشيال ميديا، هيدا موضوع تاني. ولكن قانون الإعلام ينظم مثل ما بينظم الرخص وغيرها من الأمور، عم ينظم هالتعاطي من الأمور. وطبعا نذكر لما أرجع عيد أمور الانتهاكات، المحاكم المدنية وغير والسجن ولا لا، هيدا اللي عم نشتغل عليه بظل اليوم كل هالتغيرات اللي عم تصير. يعني نحن عم نجرب نشتغل على قانون يكون عملي من جهة، ومن جهة تانية مراعي ليس فقط الخصوصية، المعايير الدولية، لأنه نحن كمان بدنا نكون ما عم نحكي بمحاكم ما في غيرنا عم نستعملها ولا 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 ظروف معينة. بقى بهالإطار هيدا هون التفرقة ما بين يمكن السوشيال ميديا واللي عم يصير عليها من ضبطات، ومقارنة بعمل الصحفي اللي مش مفروض يكون قاعد وقلبه عائده مثل ما قلنا لحتى يقدر يكون إذا بده يحكي شيء لا بحكي وفكر 20 مرة قبل. بما طول ما هو عم ينتقد العمل مثل ما ذكرت، إن كان هل الرأي أو الببليك فيجر عمله ولا سياسي عمله اللي عم يقوم فيه ولا مؤسسة ولا أشخاص، هيدا بعده بإطار عمله. أبعد من هيك عال في المحاكم المدنية اللي ممكن بتكون، وهيدا من الأشياء كمان المقترحة ضمن القانون أو اقتراح القانون لحتى تكون عم تعتمد اليوم في درجة بدنا نقطع نطمح لها. معالي الوزير قلت شغلة بس اللي يمكن بوافقك على شق منها، بس الشق الثاني مع احترامي للنقابة، النقابة لك دور كبير، ولكن مش دور النقابة تكون عم تقوم محل. يعني بس بدنا قانون موجود، بس أنا معه بهذا الموضوع، بدنا قانون موجود ونقابة المحررين إلى دور فاعل ضمن هالتركيبة. هيدا بدي أعقب على كلامك هلأ وارجع أكد على أهمية التوازن بين السلطة والقانون من جهة، ونقابة محررين قوية تؤمن حقوق المحررين. للأسف هي مش موجودة بلبنان. طيب بس أيمن بدي خلص بس بمقاربة سريعة، تؤيد السنسور 1-2 بنقطتين، أبرز ما يجب أن يوضع في أي قانون للإعلام لحماية الصحفيين على كافة المستويات؟ تكوينيا مؤسسة سمير قصير ضد أي رقابة مسبقة. الرقابة يعني قد تصلح بشكل لاحق لدى قضاء مدني مستقل غير خاضع للتدخل السياسي. وهون يعني شو المطلوب؟
اللي قاله الوزير مكاري صحيح. طال ما هو عم بيقول الجملة ما في قضاء، ما نتعجب إذا استمر انحدار لبنان بالتصنيف الدولي، وما ناخدها هيدا أنه موضوع عادي أنه ما في قضاء. هي هو جوهر المشكلة، وما في قضاء من وراء مشكلة أعمق بكتير إلى علاقة بتركيبة السلطة السياسية اللي موجودة بلبنان والهيمنة على السلطة السياسية الموجودة بلبنان. فالموضوع هو سياسة بامتياز يلي يمنع القضاء أنه يقوم بأي دور. ساعدها كل اقتراح واحد لحماية الصحفيين، شو ما هو المقترح؟ واحد بدقيقة. أولا إنهاء ظاهرة الإفلات من العقاب إذا القضاء منعه بيدخل، أهم شيء يعني ضمن الأجهزة الأمنية. واليوم ذكرنا كمان أيضا موضوع المظاهرات، في دراسة أصدرتها مؤسسة سمير قصير عن الدعم الدولي اللي ذهب للقضاء بلبنان وللجيش والقوى الأمنية وسائر الأجهزة الأمنية. 324 مليون دولار من قبل الولايات المتحدة، كندا، بريطانيا والاتحاد الأوروبي بس ذهبوا بين 2014 و2021 لتحسين أداء هذه المؤسسات على صعيد الحقوق والحريات والاستقلالية. لا نتكلم عن الدعم العسكري والجهاز الأجهزة العسكرية. 324 مليون دولار تم إنفاقه لتحسين أدائهم على صعيد حقوق الإنسان. كلنا بنعرف شو النتيجة. وهذا موضوع يسألوا عليه الممولين الدوليين، لكن يسألوا عليه قادة الأجهزة الأمنية يلي وقعوا على هالمعاهدات وهالاتفاقات، وبالآخر آخر همهم شو كان التطبيق، لأنه خلص مضيوا أخذنا المطلوب ونفذنا بالطريقة السيئة يلي صارت. عدم محاسبتهم من قبل المجلس النيابي كمان هي خطأ كبير، خاصة بظل يلي شفناه بعد انفجار المرفأ الحصانات الطائفية والسياسية اللي انعطت لناس متهمين وهن على أجهزة على رأس الأجهزة الأمنية. فكيف فيني أقول أنا لمواطن أو للصحافي أو لناشط أنت بدك تنتبه وبدك تراعي القانون، بينما من هو متهم وعليه حتى يعني نعم مذكرات مرتبطة بانفجار بحجم انفجار مرفأ بيروت يسرح ويمرح لبل هو عضو بلجنة الإدارة والعدل. شكراً. فالموضوع بامتياز. والنقطة الأخيرة وفعلا الجيوش الإلكترونية، الجيوش الإلكترونية مش أنا وأصحابي وبنت عمي عملنا جيوش إلكترونية. صحيح. الجيوش الإلكترونية هي جيوش تابعة مباشرة لأحزاب سياسية لبنانية مسيطرة على السلطة اللبنانية أو موجودة بشكل كتير قوي. فإذا ما فينا نتفاجأ كيف يتصرف السوشيال ميديا، نحكي مع رئيس الحزب يلي هو عاطى هيدي كمان بدها ضوابط يعني مرفوضة بالأداء السياسي ويلي عم بينفذها جيوش إلكترونية يأتمروا بإصبع قادة الأحزاب السياسية. بطل عندي وقت أيمن، أنا مشكلة عند رئيس الأحزاب عظيم. خليني أخذ دكتور توصيات، أهم توصيات أو الاقتراحات يلي حضرتك بتقدمين لإياها دكتور منال عبد الصمد باختصار شديد لو سمحتي. أنا بس كلمة واحدة بهمني نسمع قانون الإعلام للعلن، وهون اتكلنا على الصديقين العزيزين من حمد ياشي وزياد مكاري لحتى يساعدونا بهذا الشيء. بعدين هيدا أحلى خدمة للإعلامية، هيدا أحلى خدمة للإعلامية. دكتور جورج، التوصيات يلي عم تشتغل عليها اليونسكو لتطوير قانون الإعلام، أعطينا وحدتين. يمكن ذكرنا منهم هيئة ناظمة لحتى لما كرر الأشياء اللي حكيناها قبل، يمكن وأكيد المحكمة المدنية يمكن أو اثنين لما هو شيء تاني. دكتورة أنا إلى جانب كل اللي نذكر بدي أقول أول شيء ضرورة الإسراع بإقرار قانون لو قد ما كان مش قد التطلعات، بس رح يكون أفضل من الوضع الحالي. ويمكن كمان أنه فكرة إلغاء وزارة الإعلام، تفعيل دور المجلس الوطني للإعلام، يمكن أعطائه بدل الصفة الاستشارية صفة تنفيذية، تغيير التركيب كاملة. مشروع إلغاء وزارة الإعلام هو مشروع مشروع موجود بمجلس وزراء، مزبوط موجود بأدراج مجلس وزراء للأسف. بس أنا مع نقابة ثم نقابة ثم نقابة، ستكون مفتوحة نقابة محررين لكل المحررين بكل المجالات، يعني مش محصورة بالصحافة. بتكون تعطون حقوقهم هلأ يعني مع أربع نقاط. رح أقول لك باختصار أربع نقاط. أولا تؤمن الحصانة النقابية، ثانيا تؤمن التعاقد مع المؤسسات وفق عقد تعاقد جماعي، تؤمن التعاضد الصحي والمهني، التعاضد الصحي والمهني، وتؤمن التقاعد الوظيفي والمهني لحماية الجزء الرسولي لمهنة الإعلام.
معالي الوزير، انا معه بموضوع النقابي. لا اول شيء تفضل، راح يطلع قانون اعلام من هلا؟ عم نشتغل نحن واليونسكو عليه، بدنا نحاول. صار لك سنه؟ لا ما صار لك يعني صار لك سنه بولايتك. بدك يطلع قانون قبل العهد الجديد؟ جاوبوا. نحن تقلك نحن شو بنعمل قبل العهد الجديد؟ لا لا نحن ايه ما عندنا وقت. نحن رح نرفع القانون الجديد. انا تقلك سحبته امتى؟ معه التاريخ، وعملت شغله جديده انه حطيته على ويب سايت. اخذت من ملح مرياش ومنال عبد الصمد او خلقت من الاساس؟ لا اكيد اخذنا. اوكي الكل اكيد اخذنا. لا اكيد اخذنا. وعملت شغله جديده انه انا حطينا قانون الاعلام الموجود بمجلس النواب على ويب سايت الوزاره، حطينا شهر، طلبنا من كل حدا مهتم انه يبعث لنا ملاحظات عليه، واجينا 30 40 ما بعرف قديش ملاحظات، كمان اخذنا بعين الاعتبار هذا الشيء. يعني صار اذا بدك هو موضوع نقاش عام لاول مره نعمل هيك. وين صار؟ قديش قاطع منه؟ 50 لا صرنا قاطعين كثير، يعني قديش تقريبا بلا اول ما يروح على مجلس نواب انا من الناس رح احنا معولين على يسقط فيه. تحكي الدكتور جورج الدوله العميقه يا استاذ، الدوله العميقه بدها تسقط اي مشروع قانون برايك؟ هلا ساعتها بتروح على مجلس النواب، بيروح على مجلس النواب خلص صارت لعبه نيابيه ديمقراطيه. انا بدي اشكرك معالي الوزير. شكرا. زياد مكير، اهلا وسهلا فيك. معالي الوزير ملحم رياشي، دكتوره ماريا ابي زيد، دكتور جورج عوض، الاستاذ ايمن مهنا والدكتوره منال عبد الصمد. شكرا لكم على هذه الحلقه. اهلا وسهلا شكرا فيكم. الى هنا تنتهي هذه الحلقه. شكرا والى اللقاء. شكرا.